السلام عليكم. اهلا بيكم في موقع ذكاء اصطناعي بالعربي، ودلوقتي هنشوف شويه مزايا جميله جدا فيه. اول حاجه، هو بيديك باقه مجانيه، ممكن تقول له مثلا عايز اعمل شات تحدث مع شات جي بي تي، ممكن تقول له مثلا اكتب لي شعر باسلوب عربي قديم، مش لازم كده، ممكن تقول له اكتب لي شعر برمجي مثلا باسلوب حديث مثلا، براحتك يعني، انت مش مرتبط بالكلام، هو بس ايه الكلام يفتح لك المواضيع بس، حديث مثلا، تمام. او اكتب لي كود بي اتش بي، او اكتب لي اعلان انا عايز ابيع العربيه بتاعتي، تمام. اكتب اللي انت عايزه، هو زي شات جي بي تي بيبدا ان هو يجيب لك الاجابه بتاعتي. ممكن تقول له في اكواد برمجيات، انت انت عايز تتكلم بانهي لغه برمجه، عايز مثلا بايثون، فبيدخلك على البايثون. تقول له مثلا انا عايز احمل فيديوهات من الفيسبوك، اكتب لي الكود اللي يعمل كده، تمام. فهو يبدا يكتب لك الكود، فيبدا يكتب لك الكود بالشكل ده. في مثلا حاجات خاصه بالصوره، يعني تقول له انا هكتب لك نص وانت تحول له صوره، او هشخبط لك وانت تحولها لي صوره، او امسح الخلفيه من الصوره، او حسن لي الصوره، او غير الخلفيه بتاعت الصوره، تمام. او اكتب لي تكست، تمام، وهو بيحول لك التكست ده لصوره، تمام. مثلا حصان بجناحين يطير، تمام. وخلي بالك كل البرامج بتاعه تحويل التكست لصوره بيبقى فيها مشاكل، وانت تبدا من يعني مش من اول مره بيجي لك النتيجه الحلوه، يعني ممكن واحد يوافق عليها وخلاص، لا في واحد تاني يقول لك لا ده انا عايز مثلا حاجات افضل، طب انا عايز اشيل الكلمه دي، طب انا عايز يبان فوق السحاب. فكل ما يبقى عندك رغبه في ان انت تحسن الصوره، بص الصوره الجميله دي وهكذا. موقع حلو، اتمنى ان انتوا تجربوه.